ما يخفاش عليكم أن منتدى قرطاج الأمن والتنمية هو شكلها القانوني جمعية، ولكن في نوعيتها هذه الجمعية هي مخبر أفكار، يعني أنها تدرس المواضيع التي تشد اهتمام الرأي العام أو تستحق الانتباه في وقت ما في ما يتصل مثل ما يدل عليه اسم المنتدى، فيما يتصل بقضايا الأمن وقضايا التنمية، وارتباط هذين المفهومين الأمن والتنمية فيما بينهما. ولكن لاحظنا أنه يستحق أكثر من ذلك، وبالتالي فحددنا 4 محاور كبرى لتناول هذا الموضوع لتشخيص الوضع الاقتصادي. الملتقى والمنتدى يندرج في إطار تشخيص الواقع الاقتصادي في تونس باعتبار المعطى الاقتصادي له أهمية بما كان في التنمية، وتشخيصه من ناحية العلمية والأكاديمية وتقديم مؤشرات كمية ونوعية يساعد أصحاب القرار في اتخاذ السياسة الاقتصادية الصائبة. نعرف أن الإشكاليات على مستوى القضاء يتولى القضاء البت فيها في إطار يعني إنقاذ المؤسسات، أيضا في إطار التحكيم، في إطار تنفيذ العقود، وبالتالي من الأهمية بمكان أن يكون القاضي مواكب للتطورات الجديدة على مستوى الواقع الاقتصادي والتطورات التشريعية في هذا المجال. هذه الحقيقة احنا كنواب خاصة من لجنة الأمن والدفاع من التظاهرات اللي زمنا نحضر لها، لأنه اليوم خاصة في هذه اللجنة اللي نحكيه على المسائل الأمنية، اليوم نحكيه على مسألة الأمن الشامل. وقت نحكيه على الأمن الشامل الجانب الاقتصادي هو جانب من جوانب الأمن الشامل. واليوم احنا شفنا وانه في هذا المنتدى الكثير من الملفات تحت على الطاولة، فيها ملفات تخص الجيوستراتيجي معناتها الجوار ومعناتها بلدان الجوار وما يحدث في الجوار ونقولوا الامباكت نتاعه اليوم على ما تعيشه اليوم تونس. السياسة هي أن نعمق التفكير كيفاش باش نخرجوا بالبلاد من الأزمة اللي هي فيها. وبالتالي رأى أنا أي رئيس حزب ولا أي سياسي اليوم يلزم يساهم في مثل هذه الملتقيات ويقدم الأفكار ويندفع أيضا بأفكار الخبراء في الميادين هذه. إلى جانب الحلول الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، فما الحل الثقافي، أنه ننتبهوا لثقافتنا، ننتبهوا لتاريخنا، ننتبهوا لحضارتنا، ننتبهوا للشيء اللي قاعدين نستهلكوا فيه في الثقافة. يعني كيما فما بالضبط اليوم الاختر أنك كيما تبيع اللحم الفاسد كيما تبيع ثقافة فاسدة.